طيب عندنا ارض ايضا يعني حدث مهم، 45 دوله تشارك تؤكد مشاركتها بكاس العالم للسلاح الشيش بالعاصمه الاداريه، 45 دوله في سلاح الشيش، وده حاجه طبعا برضو جيده جدا لعدد الفرق المشاركه. الاتحاد المصري للسلاح برئاسه الكابتن العزيز عبد المنعم الحسيني اعلن موافقه 45 دوله، ده طبعا الاستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد هو اللي في الصوره، موافقه 45 دوله على المشاركه في بطوله كاس العالم سلاح الشيش رجال وسيدات فردي وفرق، واللي هتتلعب في الفتره من 23 ل 26 فبراير اللي احنا فيه بنادي النادي في العاصمه الاداريه الجديده. البطوله هيشارك فيها 368 لاعب ولاعبه، وهم 202 لاعب و166 لاعبه، ومعاهم الاجهزه الفنيه والاداريه طبعا والطبيه عشان يبقى عدد الحاضرين في البطوله اكثر من 500 ضيف. اهلا بيهم طبعا في ارض مصر. علشان تسجل البطوله رقم قياسي في عدد الحضور من بره مصر، يعني انا بس بقول لكم احنا يعني بنقول ارقام وبنقول دليل، المشاركات 51 دوله 45، صدقوني يا جماعه ما بنسمعش الكلام ده في البطولات التاليه. انا بقول لكم كلاما وصدقا، الارقام الدول اللي بتشارك في البطولات اللي في مصر انا اكاد اجزم ان بيكون اكبر من اي عدد تاني بيشارك في بطولات تانيه. وده بيدل على ثقه العالم كله والوسط الرياضي الدولي في تنظيم مصر وقدره مصر على تنظيم بطولات عاليه المستوى. وخلي بالكم احنا بنتكلم على لعبه السلاح، احنا رقم واحد في الشباب ورابع او خامس العالم في الرجال. وبالمناسبه رئيس الاتحاد عبد المنعم الحسيني لا يخجل ابدا انه يعلن عن الاخفاقات قبل النجاحات، بمعنى اي اتحاد في العالم او اي اتحاد خدنا الكلام ده في مصر انه بيعلن عن نجاحاته فقط، انا جبت ميداليه، انا لعبت عملت كذا. الاستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد او الاتحاد كله بقى بيعلن الاخفاقات برضه، يعني في ما انت مش كل بطوله هتروح هتاخدها ومش كل بطوله بتروح هتلاقي فيه مكسب، لا بيقول لك انا النهارده لا تراجعت في التصنيف، النهارده انا لعبت ما اديتش الاداء، لا هنشوف فين المشكله ونعالجها، بيعلن الاخفاقات قبل النجاحات، فيبقى ده راجل امين مع نفسه. يبقى مش انا ما بتكلمش عن استاذ عبد المنعم، انا بتكلم على الاتحاد كله، ده اتحاد امين على نفسه، عايز يوصل نتيجه، عايز يوصل نتيجه قول انت غلطت في ايه واخفاقاتك في ايه وهتشتغل على ايه، يبقى هو ده الصح. واكد كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائبه ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح ان الاتحاد الدولي عنده ثقه كبيره في التنظيم المصري من سنين، وده بعد التنظيمات المميزه جدا اللي عملتها مصر في الفتره اللي فاتت، وكان على راسها طبعا بطوله العالم اللي كانت للكبار في سنه 22 ودي كانت البدايه، وقبلها بطوله العالم للناشئين وبطوله كاس العالم والجائزه الكبرى، كل البطولات دي بقت بتيجي في السلاح. طيب هنا النهارده انت بتنجح نجاح تنظيمي زي ما قلت من شويه، وبتنجح نجاح فني، يبقى هنا شابوه ونقلع القبعه لهذا الاتحاد واللعبه دي. هتنظم بطوله وتنجح، يعني معلش دي مش امكانياتك كاتحاد، يعني دي امكانيات مصر، امكانيات وزاره، بنيه تحتيه، فانت نجحت عشان الدوله سنداك، انما انت بقى تبين امتى نجاحاتك؟ لما انت فنيا تنجح. تقول والله يا جماعه انا طلعت رابع، خامس في بطوله عالم، تاني، جبت ميداليه. تعظيم سلام، انت كده نجحت 100 100.